السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهوات مختارة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. وصفتنا اليوم غاتو غلاسي بمذاق الفرومبواز، كيجي أكثر من رائع شكلا ومذاقا. كنتمنى تجربوا هذه الوصفة لأنها فعلا كتستحق توجدوها لوليداتكم تفرحوهم بها. في هذا الفيديو غتلقاو المراحل كامله من الاول حتى الاخر، الا تبعتوهم غتنجح معكم من اول تجربه. ودابا نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. غنحط لانسيغ ديال الفرومبواز. هو الاول عندي هنا 250 غرام ديال الفرومبواز، عندي 50 غرام ديال الشوكولا بلون نوعيه ممتازه، عندي 60 غرام ديال السنيدة، وواحد 20 غرام ديال الحامض معصر. عندي هنا 3 الوراق ونص ديال الجيلاتين. خديت هنا الهاشوار، غناخد هاد الفرومبواز غنطحنو. طحنت الفرومبواز كيف كتشوفوا، وانا كان عندي متلج. خديت هنا كاسرونه غندير في هذا الفرومبواز كامل. غنزيد الحامض، غنزيد السنيدة، وغندي فوق النار. درت الفرومبواز فوق النار، نحركو مزيان نخليه حتى تطلع فيه الغلية. الفرومبواز كان عندي متلج، انا عندي في هذه اللحظه الغرض غير يدوب شويه واحد شويه باش نصفيه نحيد منه دوك العظيمات. كاين اللي كيبغي يخليهم، انا نفضل نحيدهم وعاد نرجعو باش يطلع فيه الغليه. ها هو دابا سخن، ها هو داب، غنمشي نصفيه. خديت هنا كاسرونه صفايه، غنحاول نصفي هاد الفرومبواز من هذوك العظيمات اللي كيكونوا فيه. الفرومبواز هاهو صفيتو، غنمشي نرجعو فوق النار. خديت هنا هاد الطاسة درت فيها الما بارد، وغناخد هاد الوراق ديال الجيلاتين الما بارد من التلاجة، وغادي نديرهم باش يرطابو. الفرومبواز هاهو درتو فوق النار، غنخليه حتى تطلع فيه الغلية.
كومباس ها هو طلعت فيه الغليه، انا غنطفي عليه دابا في هذه اللحظه. فرومبواز واحدة بعد ما طلعت فيه الغلية، غناخد الجيلاتين نحاول نعصرها مزيان من الماء. غنديرها نحركها مزيان تذوب. بعد ما ذابت غنزيد الشوكولا ونحرك مزيان حتى يذوب. حركت مزيان هاد الشوكولاط حتى ذاب. خديت هاد الاطار غلفته لتحت بالسلوفان وغادي نخوي فيه هاد فرومبواز اللي عندنا. غديت هكا السطح ديالو وغناخدو غندخلو للكونجيلاتور حتى يجمد. غنتقل باش نحضر لاموس. غنحتاج هنا 360 غرام ديال الكونفيتور، عندي هنا 240 غرام وعندي هنا 120 غرام. عندي 400 ملل ديال الكريمة وخمسة الوراق الجيلاتين. خديت هنا المبعد من الثلاجة وندير فيه ورق الجيلاتين باش يرطابو. خديت هنا كاسرونة، غناخد هاد 120 غرام ديال الكونفيتور غنديرها وغنمشي نديرها فوق النار حتى تطلع فيها الغلية. غناخد هاد الكريمة غنمشي نرجعها للثلاجة باش تبقى باردة. الكونفيتور ديالنا هو هذا، طلعت فيه الغلية. خديت الوراق الجيلاتين ونديرهم يذوبوا في هاد الحراره ديال هاد الكونفيتور. وراق الجيلاتين هما دابوا، غناخد هاد الكمية الثانية ديال الكونفيتور غنزيدها على الأولى. غنحرك مزيان غنخليها على جنب حتى تفوحت شوية. غنزيد فيها هنا واحد راس المعلقه ديال الفرومبواز، نحرك مزيان. انا بغيت يكون عندي لاغوم ديال الفرومبواز هي اللي غالبه. شوف حتى اللون ديالو كيتبدل. قصت هنا هاد الكونفيتور لقيتو برد، نمشي دابا نكمل باقي المراحل. خرجت الكريمه من الثلاجه غادي نفرغها هنا. غنحاول نطلع هذه الكريمه. الكريمة ديالنا طلعت بهذا الشكل.
فرغت الكريمة في الكونفيتور مع لاكريم فريش، وغادي نطرف كلشي حتى يتجانسو. الكريمة ديالنا هي هادي، نخليها على جنب ونمشي نجيب المول. خديت هاد الاطار فرشت ليه السلوفان وغادي نفرغ فيه دابا الكريمه. غندير واحد الجزء من الكريمه نحاول نقادها. غنمشي نجيب لانسير، لانسير هو هذا خرجته من الكونجيلاتور، غنديرو وسط من هاد الكريمة. غندير هاد الكريمة اللي بقات هاد الكونفيتور، عندي فيه طريفات ديال الفريز. هاد الكريمة غتجي واعرة. نحاول نقاد هاد الكريمة. غناخد لا جينواز، نحاول ننزلها بهذا الشكل ونضغط عليها واحد شويه باش تطلع الكريمه من الجناب. نحاول نطلع هاد الكريمه هنا من الجناب باش تشد مع لا جينواز. غناخد هاد الكاطو وغندخلو الكونجيلاتور، خصو يبات ليله كامله. على فكره انا ما سقيتش لا جينواز لانها رطبه بزاف. هاد لا جينواز هي المعتمده عندي، انا غنخلي لكم الوصفه ديالها في صندوق الوصف. الكلاصاج ديال الفرومبواز عندي هنا 120 غرام ديال فرومبواز طحنتو وصفيتو من هذوك العدمات اللي كيكونوا فيه. عندي 25 غرام ديال السنيده، وعندي هنا ورقه ونص ديال الجيلاتين. خديت هاد الكاس درت فيه الماء بارد وغنوضع فيه هاد الوراق ديال الجيلاتين باش يرطب. غناخد هاد الكاسرونه وغنمشي ندير هاد الفرومبواز فوق النار حتى تطلع فيه الغليه. غناخد السنيده غنديرها في هاد الفرومبواز، غنحركها وغنمشي نديرو فوق النار حتى تطلع فيه الغليه. الفرومبواز ديالنا وطلعت فيه الغليه، غناخد هاد الوراق الجيلاتين غنعصرهم مزيان من الماء. وغادي نديرهم هنا نحركو حتى يذوب. ورق الجيلاتين هاهما ذابو، غنخلي هاد الكلاصاج حتى يبرد عاد غنديرو فوق الكاطو. غناخد هاد
لاصاج غنحاول نصفيه. صفيت هاد الكلاصاج غنخليه على جنب حتى يبرد عاد نكمل باقي المراحل. الكلاصاج ديالنا ها هو برد، خرجت الكاطو من الكونجيلاتور. ها هو نحيد ليه السيلوفان. غنفرغ هاد الكلاصاج الكلاصاج ديالنا جا بهاد الشكل. غناخدو غندخلو الكونجيلاتور واحد شويه يشد فراسو ونخرجو نكمل باقي المراحل. خرجت الكاطو من الكونجيلاتور، الكلاصاج هو نشف واحد شويه. غنحاول نحيد هاد الاطار. حيت لي هادوك البلاستيكات اللي كانوا في الجنب، غنديرو في هاد الكرتونة اللي كانوا نبريزونطيو فيها. عندي هنا هاد العقيق كيتباع مالين كيبيعو البرودوي ديال الحلويات. نحاول ندير بيه واحد درت ليه هاد شكل بسيط كيجي زوين. الكاطو ديالنا هو هذا، كيف كتشوفوا جا بهاد الشكل كيجي راقي وخا المكونات ديالو بسيطه بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، كيف شفتوا كتوجد بسرعه وحتى الشكل ديالها رائع. اما المذاق فكنتمنى تجربوها باش تعرفوني علاش كنتكلم. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير، مكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. دمتم في رعاية الله وحفظه.